بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أنا عبد الله النفيسي، حبيت أشكر حضوركم لديوانية محمد المطير. كان المفترض أني أكون أنا متكلم الليلة، ولكن للأسف بسبب عارض صحي ألزمني الطبيب بعدم المشاركة الحية معاكم، وأنا ما قدرت يعني إلا أن أسجل هالكلمة هذه لكي أوصل لكم ما كنت ناوي أن يعني أبث لكم من بعض الأفكار. أولاً أحب أحيي الأخوة النواب المعتصمين في مجلس الأمة تحية خاصة، وهم الآن يقومون بعمل أنا أعتبره سابقة تاريخية سياسية هامة في تاريخ الكويت، قد لا يعي أهميتها الكثير الآن، ولكن متأكد أنا أنه اللي بيأرخ لهالأيام هذه راح يفخر بهذه السابقة التاريخية التي من شأنها أن يعني ربما تقلب موازين العمل البرلماني في المستقبل. وأتمنى على النواب اللي ما انضموا للمعتصمين أن يسارعوا بالانضمام، لأن يعني هذه السابقة التاريخية تبشر بتطور إيجابي، فلا تحرموا أنفسكم من هذه الفائدة. أتمنى على النواب الباقين أن ينضموا للمعتصمين، وهناك بشارات في هذا الصدد. يعني النقطة الثانية، أتمنى أنه تتحقق مطالب المعتصمين، وأهمها انتخابات مبكرة في الكويت لانتخاب مجلس أمة جديد، طبعا قبل حل هذا المجلس، والحل هو بيد الأمير، ونحن نرحب بحل هذا المجلس وانتخاب مجلس جديد برئيس جديد وبرئاسة وزارة جديدة تحقق المطالب الشعبية اللي اتضحت الآن أمام الجميع. فنتمنى على المعتصمين أن يصروا على موقفهم، وأنبه أن يظل المعتصمين مستمرين في اعتصامهم داخل مبنى المجلس. هذه قصة وايد مهمة وموضوع كثير مهم، أن يستمر الاعتصام داخل المجلس وألا يتم استدراجهم لأي خيار آخر. هاي واحدة. النقطة الثانية، لابد على المعتصمين أن يختاروا من بينهم ناطق رسمي ينطق باسم الاعتصام، ويوميا يقف هذا الناطق الرسمي على البوديوم اللي موجود عندكم في مجلس الأمة للتغطية السياسية لفكرة الاعتصام. كل عمل سياسي يحتاج إلى تغطية سياسية، يحتاج إلى ريليس سياسي يومي، بحيث يكون الشعب على علم بالتطورات الدقيقة اللي يمر بها الاعتصام. لابد من استثمار البوديوم منكم، ولابد من ناطق رسمي منكم يعطينا التغطية السياسية اللي نتمناها منكم. النقطة الأخيرة، لابد من الالتزام والعض بالنواجذ على دستور 62 والتمسك به، والحل كله لا يخرج عن الأدوات الدستورية. هذه مسألة الدستورية، مسألة هامة ستساهم في نجاح اعتصامكم، وأنا متفائل خير من هذا الاعتصام، ومتفائل خير من متابعة الشعب لهذا الاعتصام. وأتمنى من إخواني أبناء الشعب الكويتي
متابعة هذا الاعتصام باليومي ومتابعة دواوين اللي على تفريعة هذا الاعتصام إلى أن نحقق النتائج المرجوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.